اقول لكم بقى قصه النني. النني كان محطوط في الخمسه اللي هيسددوا ركلات الجزاء. النني حاسس ان هو عامل ماتش كبير جدا الحقيقه يعني، والضغوط على النني كبيره جدا، وعشان الجمهور يبقى عارف والناس تبقى عارفه ان برضه لما انت بتقعد تهاجم 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 تهاجم، والنني كمان مش بس هجوم، ده وصل بعض الاحيان ناس بتكتب عبارات فيها اهانه او بتقول اراء فيها اهانه في السوشيال ميديا او حتى في الاعلام، ودي حاجه كانت يعني مؤثره عليه جدا جدا. فهو عمل ماتش كبير، كان مركز جدا، وهاخد جمله صلاح لما قال انا عندي خبرات ممكن اتعامل مع المواقف دي، لكن في لعيبه ما بتعرفش تتعامل مع المواقف دي. كمان النني زي صلاح عنده الخبرات اللي بتخليه يتعامل مع المواقف دي، فحول كل الضغوط اللي عليه والهجوم والانتقاد لشكل ايجابي ودافع ليه، فكان احسن لعيب امبارح في الماتش. فهو قلق ان هو ممكن لا يوفق في ركله الجزاء، حس انه مش جاهز انه يسدد ركله الجزاء، فعلى طول تم الدفع بالسوليه اللي كان هيشوط رقم 6، يعني السوليه كان هيكمل هو اللي هيشوط رقم 6، فاستبدل على طول بالسوليه، والحمد لله السوليه وفق في الركله بتاعته، والخمسه وفقوا الخمسه بتوعنا في ركلات الجزاء اللي افتتحها طبعا زيزو بركله كانت ولا اروع.